ما فيش بنت في الدنيا ممكن تفكر انها تهرب من اهلها الا لو كانت شايفة انه نار الشارع ارحم من جنتهم هما، خصوصا لو كانت بنت لسه صغيرة معها الشهادة بتشتغلش ومعهاش مهنة. وقبل بقى ما نمسك الحكاية من الاخر ونلوم هدى ونعاتبها على انها هربت وهي اصلا ندمانة، فاحنا مش بنجلد حدنا في قصة حقيقية، بس لازم نمسك الخيط من اوله ونشوف طب هي هربت ليه؟ هي مثلا ما هربتش من اهلها عشان عايزين يعلموها كويس وهي رافضه انها تتعلم، ولا هربت عشان اهلها عايزين يجوزوها من عريس كويس ومن عيله ومتعلم ومستقبله حلو، وهي مثلا مضحوك عليها من واحد تاني بتحبه وهربت معاه. بالعكس، اهل هدى هما اللي وصلوها ان هي تتجوز اول حد خبط على الباب عشان تهرب منهم، زي قصص كتير بنسمعها. حبت تهرب فاتجوزت، اكتشفت ان هي خرجت من مشكله كبيره لمشكلة أكبر. أكيد هي تصرفت تصرف مش صح وما يصحش وغير لائق لما اتكلمت مع ولد تاني وهي على ذمة راجل، بس هي من الأول كانت تربيتها عاملة إزاي؟ طب مين علمها الصح من الغلط؟ طب مين احتواها؟ مين اداها حب ومعاملة كويسة وحنية عشان يخليها إن هي شبعانة وما تبصش بره؟ هو ده كانت طفلة ما لقيتش الحب والحنان في البيت، ولا بيت أبوها ولا بيت أمها ولا حتى بيت جوزها ولا بيت خالها، ما لقيتش حد بيربي ويعلم. مستنينا تطلع إزاي؟ طب تتصرف إزاي؟ وبعد ما اتطلقت من جوزها اللي أكبر منها بستاشر سنة اللي بيتجوز الغلابة عشان يبيع ويشتري فيهم، ما حدش حتى حاول إن هو يحتويها يشجعها يفهمها. كان عندها استعداد إن هي تتعلم وتحسن من نفسها وراحت فعلا اشتغلت على نفسها، ما حدش حاول يقول دي لسه صغيرة معلش يا جماعة مراهقة. عشان كده كان عندها أمل إن الولد اللي اتكلمت معاه إنه ممكن يتجوزها، تتجوز المرة دي عن حب وتبني بيت كويس وزي كل البنات تاخد فرصة حلوة وتعيش حياة كريمة. وأهلها كان كل همهم إن هو كل واحد يتخلص من مسؤوليته، محدش فاضي يربي ومحدش عنده استعداد إنه يسمع ولا يعلم. وده غلطانة، محدش قال إن هي مش غلطانة، كلنا بنغلط، بس ما حدش فكر ان هو يحضنها او يقول لها اللي عملتيه ده غلط يا حبيبتي او يفهمها بالراحه. وصلوها ان هي تهرب تعيش مع واحده متسوله في الشوارع بتشحت عادي جدا، ولقيت نفسها ان هي لما هربت انه الشارع احن عليها من اهلها، ودي مشكله كبيره. طب انا عايزه اقول لكم على حاجه، انتوا عارفين ان كل يوم خط نجده الطفل بيستقبل شكاوي عن هروب اطفال من اهاليهم بسبب العنف الاسري، بيفضلوا قاعدين في المواصلات او في الشوارع. يا ريت يكون اهل هدى سامعيني دلوقتي وكل اهل بيتصرفوا نفس تصرفاتهم دي يعرفوا ايه اللي هيحصل في الاخر. الاب اللي متجوز وعايش حياته والام اللي متجوزه وعايشه حياتها، محدش دريان ولا فارق معاه الاطفال، بتخلفوا ليه؟ وانت يا هدى دلوقتي بقيتي متجوزه في عصمه راجل كويس ما شاء الله، كبرتوا سوا وبتكبروا كل حاجة سوا، فكري انت وهو ان انتوا تشوفوا حد كبير من اهلكم او من البلد عشان تكلموه وتوسطوه. متهيألي حتى بعد كل اللي حصل ده اكيد مامتك عايزة تشوفك، ممكن يكون كمان باباك عايز يشوفك، اكيد الخمس سنين دول ممكن يكونوا غيروا فيهم اي حاجة. يا رب ممكن تكوني وحشتيهم وانت بنتهم في الاخر، واكيد مش هيقتلوكي. يقتلوكي ليه؟ مش جايز يفرحوا بيكي ويبسطوا بيكي؟ جربي مش هتخسري حاجة، وهتبقي خدتي ثواب. واديكي سمعتي كلامي دلوقتي وسمعتي كمان دكتور أحمد علام قالك ايه في الفقرة اللي فاتت، سمعتي انه العقل بيقولك ايه. فكري وشوفي قلبك هيقولك ايه، وهستنى منك رسالة بجد عايزة اعرف وطمنيني عملتي ايه. هستنى من كل اللي اتفرجوا علينا وسمعوا قصة هدى يقولوا هدى تعمل ايه، تروح ولا ما تروحش. ممكن الاهل فعلا يضطرونا في يوم من الايام احنا نسيبهم ونمشي، مش عارف، بس مستنياكوا تقولوا لنا، مستنياكوا في قصه جديده بس تكون قصه حقيقيه. باي باي.